السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة ليبيا في إندونيسيا أو رقم السفارة الليبية في إندونيسيا. رقم التليفون هو 00-622-131-935-308. يبقى تاني، رقم سفارة ليبيا في إندونيسيا أو رقم السفارة الليبية في إندونيسيا 00-622-131-935-308. بكده ممكن أوضحنا لحضراتكم الرقم. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.